انا بقول نبيعها ونخلص من همها. لا لا ولا انت فاضيين، والارض يا محمود زي ما انت عارف عايز اللي يواليها باستمرار. اسمع كلام اخوك يا محمود، هو عنده حق، ما بتجيبش همها واحنا مش فايد علينا حاجه خالص منها يا اختي، كل خيرها للفلاحين. ما تاكلي يا حبيبتي. تعيش يا ست زنوبة. قلت ايه يا اخويا؟ موافق تبيعها ولا لا؟ ما انتش موافق يا حبيبي. بلاش والله يا رياض، اللي تشوف فيه المصلحة اعمله، انا في ازمة ومحتاج فلوس. يبقى على خيرة الله. مبروك يا محمود، مبروك يا اخويا. ايه دول؟ دول شوية طلبات يا حبيبي عشان تشتريهم لي وانت راجع. بس دول كتير قوي يا سمسم. يا سلام يا محمود، حلاوة بيع الارض ولا انا ماليش نصيب فيها؟ يا حبيبتي انا والفلوس كلها تحت امرك، اول ما اخد نصيب النهارده من رياض هشتري لي كل اللي انت عاوزاه. اي حاسب على الوقت. وانت كمان يا شقي هجيب لك كل طلباتك، بس يلا بقى متزرجنش، تعبت ماما قوي. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه، ربنا يوفقك. خلصني بقى يا اخويا، عايز اشوف مصالحي. مش تشرب الشاي بس الاول؟ عايز الحق المحلات قبل ما تقفل. هو حقيقة حودة أخويا، أنا مش عارف هبتدي إزاي. إيه الحكاية يا رياض؟ بقالك ساعة بتلف وتدور، ما تقولي. أنا اللي هقول لك يا أخويا. زنوبة. يا أختي، ما أنت بصراحة هتتكسف، والموضوع ده بقى مش عايز كسوف. موضوع إيه يا ست زنوبة؟ طبعًا أنت ما تقدرش تنكر إن رياض طول عمره واقف جنبك، هو اللي رباك وعلمك لحد ما خلاك باشمهندس وقد الدنيا، حصل ولا لأ؟ حصل. طب خلاص يا اخويا، مادام حصل مش يعني المفروض تقف جنبه زي ما واقف جنبك. انا ما اتاخرتش، بس انا مش فاهم قصدك ايه. الحقيقة يا محمود، انا فكرت نعمل مشروع بفلوس الارض اللي احنا بعناها، وعشان نبتدي جامد نصيب الواحد ما يكفيش. يبقى الاصول يا اخويا تسيب له نصيبك عشان يحط على نصيبه ويعمل المشروع بتاعه ويكون نفسه. وطبعا انت هتكون شريكي بالنص، والفلوس اللي هنكسبها هنقسمها سوا بالمليم. ما خبيش عليك يا باشمهندس، المهية ما بقتش توكلنا عيش حاف، انما انت يا اخويا مهيتك. انا يا اخويا ما بحسدش ولا حاجه، مهيتك ما شاء الله. عموما يا محمود ده اقتراح، ما وافقتش عليه، فلوسك جاهزه يا اخويا. ما وافقش ده ايه؟ هو يقدر يرد لك طلب؟ ده انت اخوه الكبير ومربيه، وكلمتك لازم تمشي. تمشي على بيته مش عليا يا محمود. رياض طول عمره واقف جنبي يا محاسن. بفلوسك، بإيجار الأرض اللي باعها وعايز يسد فلوسها. بقول لك الراجل عايز يعمل مشروع يحسن بيه وضعه. يا أخي حسن وضعك